حبايبي، يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلام. انا ماجي نسيم. الفيديو النهارده اللي انا عامله لكم عن طريقه عمل سلمون. عامله طريقه جديده كلها معموله بالصويصاص او بديل الصويصاص، عشان الناس اللي هم عندهم مشاكل في الضغط وبيعملوا دايت وكده عايزين ياكلوا اكل صحي. لو انت مش متوفر عندك النوع دوت في سكان في مصر او في هنا، تقدر تجيبي صويا صوص عادي، بس تقللي الكمية عشان بيبقى ملحه عالي جدا. نوع السلمون ده النهاردة سموكي سلمون، هو المفروض بيتعمل على الخشب، بس انا بتحرقي الخشب وبتحطي عليه السمك السلمون، بس انا ما عملتوش بالطريقة ديت عشان الخشب دوت مش متوفر كتير، ومش كله هيعرف يجيب الخشب دوت وغالي، فقلت احاول ابسطها بطريقة ابسط من كده. الطريقة دي هتعجبكم جدا وطعمها سموكي جدا، وحتى العسل اللي انا حطاه مش هتحسي بطعم ان هو مسكر، بالعكس خالص. الطريقة هتعجبكم، جربوها، ولما تجربوها وتعملوها صوروها وبعتولي وقولولي رأيكم فيها ايه. يا رب تعجبكم المرة ديت، ومعلش بحاول ان انا اوفق ان انا اعمل لكم فيديوهات كتير شوية اليومين الجايين، بس ظروفي تتظبط. بس فان شاء الله انتظروا مني فيديوهات تانية هتيجي باذن الله. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة بليز يا جماعة، ولايك وشير، وتشوفوا الفيديو للاخر عشان تدعموا القناة وتدعموا الشانل بتاعتي ديت. فبليز اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ومنتظرة منكم الرد في طريقة السلمون ديت، ويا رب تعجبكم. وان شاء الله الفيديو دوت مش هيكون نازل غير على اليوتيوب بس، مش هحطه على الفيسبوك، عشان اشجع كل الناس اللي على الفيسبوك اللي بتابعوني يدخلوا على اليوتيوب ويتفرجوا عليه. عمل سلمون، انا جايبه السلمون ده من جيترو. هحط له ايه، هعمله ازاي؟ دي حاجه اسمها ليكويد امينوز، دي ناتشرال صويا صوص. ده بالنسبة للناس اللي بيعملوا دايت، للناس اللي عندهم مشاكل في الضغط في الحاجات دهيت، ما يقدروش يستخدموا الصويا صوص. فده ناتورال صويا صوص وما فيهوش ملح، خالي من الملح، والملح بتاعه معتدل، ما هوش حاجة تقدري تحطيها. انا هحط مقدار كوباية صغيرة منه. وهحط معاها ليمون، كوباية ليمون، هحط كاتشب، هحط كوباية واين اللي هو ريد كوكينج واين، ده بتاع الاكل. لازم مقدار الكوباية اللي هي الايت اونز. هوريكم حاجة، ده حلو جدا، اسمه ليكويد سموك. بنستخدميه للسلمون، بنستخدميه للفراخ، للحمة. حلو جدا، بيدي فليفر حلو قوي، هو مش مالح. انا ما بحطش في الاكله ديت ملح خالص، لان كل الحاجات دهيت فيها تيست، فمش انا عايزه التيست بتاعها يبان. دي بحط منها زي معلقه كده، ما حطيتش كتير. يعني هنحط عسل، عسل هو دي كل عسل، نوع العسل اللي هخليكم معايا. دي حاجة اسمها ديجان ماستر، لو ده مش افيلابل عندك ممكن تحطي مستردة عادية، بس انا عشان ما عنديش مستردة هستخدم الديجان ماستر ده، عشان بستخدمه في اكل كتير. فهاخد منه معلقة اهي بس كده، وهاخد العسل اللي انا قلتلكوا عليه ده، انا بستخدم النوع دوت في الاكل، حلو جدا.
الريحة طلعت بتاعت السموك فظيعة. هحط مقدار معلقتين كده. انا بعمل بالبركة يا جماعة، فلو انتوا عايزين تعملوا بمقادير اعملوا مقدار كوباية من كل حاجة، بس انا بعمل بالبركة. شطة، بس وهنقلب المزيج ده كله. انتوا ممكن تعملوا كمان، انا دايما كنت بعملها لاختي، بحط لها المكونات دي كلها في بطرمان او في ازازه كبيره، بتخليها في الثلاجه، وبتفضل في الثلاجه وقت ما تحبي ترجعي من الشغل او تعملي حاجه تقومي مطلعاها، مطلعه الصوص الدريسنج اللي احنا عاملينه ده، وتحطي السلمون جواه وتدخليه. الاكله دي خاليه من الثوم والبصل واي حاجه خالص، هي كل دي كل المكونات بتاعتهم، العسل اهو، العسل والشطه الطباطيه والواين الكوكينج واين والصويا صوص اللي هو ليكويد امينوز، ده انا بجيب ده عشان خاطر ما يعبيش جسمنا ملح. ده موجود في ستيتر براذر وفي الماركات العاديه. ده الليمون، عصير ليمون عادي، وده الماستر مستردة، دي ديجان ماستر اللي انا استخدمتها. الليكويد دي معلقه واحده كفايه من السموك، والكاتشب. كل الحاجات دي اكيد موجوده عندنا، يعني انت ممكن تجيبي بس الليكويد امينوز ده، سوري الليكويد سموك والليكويد امينوز، بقيه الحاجات اكيد موجوده عندك. مش لو ما عندكيش الكوكينج واين، ممكن اي واين انت بتشربيه بس هيكون مسكر طبعا، او مش مسكر لان انت اوريدي حاطه عسل، فمش محتاجه انك تحطي حاجات مسكره كتير. ده السلمون موجود في كاسكو، موجود في جيترو. انا مش بغسله، انا هاخده زي ما هو، هحطه على طول في الصاص، وهخليه في الصاص شويه على ما اعمل الرز، وبعد كده لانه ما بياخدش وقت في الفرن، فهخليه شويه في الحياء بتاعه. هو المفروض يقعد حوالي من ساعه لنص ساعه، من نص ساعه لساعه. خليه في الصاص ديت، الحبه دول اللي انا عملتهم، وبعد كده هحطه في الصينيه في الفرن. تعالوا معايا هشوف هيتعمل ازاي. زي ما انتم شايفين انا طلعت السلمون وحطيته في قلب الصاص. هخليها منقوعه شويه على قبل ما احط قبل ما احطها في الفرن. خليكم، انا هعمل الرز دلوقتي. بحب رز السلمون بالذات، اقوم عاملاه نصه محمر ونصه، انا حطيت نص كوبايه محمره وكوبايه اهي مش متحمره، فهحط النص كوبايه ونص رز، بس النص الكوبايه الاولانيه هي اللي هشوحها وهحمرها، هوريكم عامله ازاي. طبعا الرزاية نص ونص مع السلمون بتبقى طعمها في منتهى الجمال. هتعجبكم. انا عندي كذا طريقه للسلمون، بحاول ان انا اقول لكم كل الطرق بتاعته. يعني دي اول طريقه، اكتر طريقه انا بعملها، لان ديت اللي جوزي بيحب ياكلها. الثانيه بيقول لي لا 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 تو ماتش، على يعني بيحس ان هي الصوص كتير عليها، بس دي بيحب الطعم السموك بتاعها. هي اساسا المفروض ان هي بتتعمل على نوع خشبه، بتتحرق الخشبه ديت، بتستخنيها على الباربيكيو، وبعد كده هو بتقومي انت حطاها اول ما تسخن وتبتدي تتحرق تحطي عليها السلمون ديت على الباربيكيو وتحطيها. بس حته الخشبه ديت لوحدها غاليه جدا، بيتباعوا الاثنين مع بعض في هوم ديبو حوالي ب10 دولار. فعشان كده جبت السموك فليفر دوت يعني بدلها، لانها بتاخد وقت على ما تتعمل وكده، فبتبقى صعبه شويه، يعني مش هتبقى سهلة. انا جبتها عملتها لكم بالطريقة دي عشان تبقى سهلة بالنسبة للناس اللي حابين يعملوها في البيت، او يحيقوها من قبلها بيوم لو انتي بتشتغلي او حاجة،
تحققيها من قبلها بيوم، عايزه تعمليها على طول اول ما، زي ما انا رجعت دلوقتي عملتها حيقتها. لما اعمل الرز سايبها في الحياء شويه، واول ما هخلص الرز واحط الميه واوطي عليه هبتدي ادخلها الفرن. ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه في الفرن، السلمون ما بياخدش وقت في السوى خالص، فما بيتغطاش. دي حاجه من الحاجات التانية اللي لازم تعرفوها، السلمون ما يتغطاش وانت بتعمليه عشان ما يزفرش. بفرش في الصينيه ورقه فويل علشان العسل اللي فيه والصوص ما يتحرقش في الصينيه ويلزق وكده. خليكم معايا انا هبتدي اوزع الرز واحمره، هو ياخد وقت شويه معايا، واوريكم شكله بيبقى عامل ازاي لما يبتدي يتحمر. انا فرشت اهو الفويل على الصينيه اهي عشان ما تتحرقش لما احط السلمون. اهو وهاخد شوية من الصوص مش كله، هدلقه عليه. بس والباقي هيترمي، لكن هو الباقي بس اللي هيبقى عليه الصوص، لكن الباقي هيترمي خلاص. وهندخله الفرن على 400، لان الفرن لازم تكون نار عالية. وكمان بعد ما هندخله الفرن على 400 لما يبتدي يغير اللون شوية هجيب العسل تاني، وبفرشة حط حبة في طبق، معلقتين كده في طبق، وبفرشة هدهن الوش بالعسل وادخله اخر دقيقتين في الفرن عشان يدي اللون الجليز بتاع السلمون، يبقى لون راح. هوريكم في الخطوة ديت هوريكم هنعمل ايه. الاكلة دي حلوة جدا وهتعجبكم وهتنفع في الصيام. يا رب تعجبكم. تعالوا معايا وهنشوف هي هنعمل ايه تاني. نضيف الرزة قربت تتحمر، انا وانتي بقيت واحدة وواحدة اهي شوية كمان. انا بستخدم الرز اللي بستخدمه الجاسمين رايس، ده النوع اللي عندي دلوقتي، ده نوع الجاسمين رايس اللي عندي. بحط على كوباية الرز كوباية ونص مية، هبتدي انزل بقى بالرز التاني اهو كده، اقلبه واحط ورقه لورا وفصل مستكة واجهز الميه عشان اعملها. تعالوا معايا نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين انا حطيت ورقه لوري وملح وفلفل وفصل مستكة، وهبتدي اقلبه ومجهزه الميه جنبي عشان احط الميه واسيبه يتشرب. حطيت ربع الميه التاني بس كده، وهسيبه لما يغلي واغطيه وكده الرز خلاص. وانا مولعه الفرن اهو، هاخد السلمون زي ما هي كده اهي، بصوا هحطها في الفرن لمده ربع ساعه. دلوقتي انا مع السلمون والرز بحب اعمل خضار مشكل معاه اهو. انا بجيب الكيس ده 32 اونز اللي هو ال 2 باوند، او تجيب الكيس اللي هو الباوند. ما عندي بجيب فص توم، انا عندي توم اهو، احط معلقه واحط زيت زيتون معاها. انا اساسا التوم ده فيه زيت زيتون عشان يفضل محافظ عليه في الثلاجه. وبقوم حاطه مولع النار، بشوح فص التومه ديت بطريقه البرسوتيه. ممكن تضيفي له مشروم بس انا ما عنديش مشروم، ما حطيتهوش،
يعني لو انت في الصيام عايزه تضيفي حاجه ليه ممكن تضيفي له مشروم. حلو قوي الخضار دوت مع السلمون او سلطه. هنزل بقى بالخضار، مش عايزه احمر الطماطم قوي. ثواني افتح الكيس. زي ما انتم شايفين ببتدي اقلب، ما بحطش ميه خالص ولا اي حاجه، وبطلعه من الفريزر على الحله على طول، يعني ما تطلعهوش يفك الاول عشان كده ما بيطلعش معاكي مظبوط. طلعيه من الفريزر. على النار على طول. اي خضار متفرز يا جماعه بيطلع من الفريزر على النار على طول، ما بيتفكش قبل الاكل. بس هوطي النار وهحط ملح وفلفل وورقه لورا وذاتس ات. هو كده، وهوطي النار عليه وهوريكم شكله بيبقى عامل ازاي الواحده بوحدتها، وسوتيه وطعمه في منتهى الجمال. بصوا هوطي النار، لازم النار تبقى واطيه، وتغطيه وتسيبيه على ما ياخد ستيل الرز، وكل شويه تقلبيه تشوفيه عمل ازاي. بس كده انا هاخد من العسل ده مقدار معلقه كده، وهدهن بيه السلمون. عندي الفرشه بتاعت السلمون اهي، بدهن بيها الاكل مخصوصة للاكل يعني. بصوا لونه اتغير شوية، فهبتدي اخد من العسل ده وادهنه الوش بتاعه. بس كده وهقفل عليه، ادخله الفرن تاني يكمل سواه، واوريكم هيبقى لونه عامل ازاي. الرز اقلبه عشان يكمل سواه لفوق تحت ولتحت فوق. في ناس ما بتحبش تقلب الرز، بس انا بحب اقلبه عشان اللي فوق ينزل تحت واللي تحت يطلع فوق كده، بيبقى كله متشرب وواخد هو خلاص. الرز دوت على قد كده ما بياخدش 10 دقايق ربع ساعه بيكون مستوي. زي ما انتم شايفين السلمون، عشان كده انا حطيت ورقه الفويل. بصوا عشان بتتحرق من العسل والحاجه، ده اللون بتاعها طبعا من جوه هتبقى جوسي وجميله وهتعجبكم جدا. ويا رب لو جربتوها يا ريت تصوروها وتقولوا لي رايكم. ادي الخضار السوتيه هو خلاص خلص. بصوا اهو كل واحده بحدتها اهو، وفي منتهى الجمال من غير ميه من غير حاجه، لان هو متفرز فالميه بتاعت الفروزن هو ده اللي عمل. لو حطيتيه مفكوك هيدبل، مش هيبقى بالطريقه دي، لازم يتحط متفرز ويبقى فروزن. وادي الرز الحبايه بحبتها.